عن في الاستوديو الاستاذ الدكتور هاني الناظر، استشاري الامراض الجلديه ورئيس المركز القومي للبحوث السابق. اهلا بك يا فندم. اهلا بيك، صباح النور. دايما منورنا في نهايه الاسبوع. ده نور حضرتك. وطبعا مستنيين كل استفسارات حضراتكم على صفحه البرنامج نهايه الاسبوع او على ارقام تليفوناتنا اللي قدام حضراتكم على الشاشه. ان شاء الله النهارده نحاول نجيب عن معظم الاسئله، وما تقلقوش يعني اللي مش هنجاوب عليه الخميس ده هنجاوب عليه الخميس اللي بعده. طيب دكتور، كان في كذا حد بيسأل الأول على موضوع البهاء، فخلينا بس نشرح إيه هو البهاء ويعني أسبابه إيه وهل له علاج ولا لا. هو مشكلة جلدية. أنا بحب دايما أقول مشكلة مش مرض، يعني مش مرض. مشكلة جلدية غير معدية. ببدأ دي أول حاجة كده، لأن مش الناس معدي. دايما لما تشوف حد عنده بهاء بتبقى قلقانة، معدي، بيورث. لم يثبت علميا أنه مرض وراثي، يبقى إذا مرض غير معدي. لم يثبت علميا انه وراثي، رغم انه ممكن يبقى فيه وجود حالات في العيله، بس ده مش معناه انه مرض وراثي، ولكنه الحقيقه مرض مناعي. يعني ايه حضرتك؟ مناعي؟ مرض مناعي ناتج عن نشاط زائد في الجهاز المناعي. احنا الجهاز المناعي بتاعنا شغلته ايه؟ انه بيدافع عن الجسم ضد اي ميكروبات بتخش الجسم، فبيطلع الاجسام المضاده اللي بتحاربها وتكسرها. هنا بيحصل خلل، زي ما بيحصل خلل في الكمبيوتر كده. الجهاز المناعي بدل ما يطلع اجسام مضاده تحارب الميكروبات، بيروح على خلايا الجلد الصبغيه اللي هي بتطلع الصبغه اللي هي ماده الميلانين اللي بتدي الانسان اللون بتاعه، تبدا تهاجمه فتكسر الخلايا الصبغيه فتترك مكانها فراغ من اللون. فاذا المساحات البيضاء اللي احنا بنشوفها دي مش لون ابيض، لا ده فراغ من اللون الاصلي بتاع الجلد الانسان. ده مش لون. يعني ده مش لون مضاف للجلد، ده لون اكتسب من الجلد. الناس بتبقى فاكره ان ده لون ابيض جه على الجلد، لا ده مساحه من الجلد ما فيهاش لون. فبني اللون اللي احنا بنشوفه دون اللي زي ما يكون ابيض، بياخد اشكال عديده. قد يكون موضعي، يعني ممكن تلاقيه يجي في حته واحده مثلا في الوش، او احيانا يجي طرفي في الاطراف، او احيانا يجي سيمتريكال، يعني تلاقي الخدين والكوعين والركبتين والجنبين، او يجي بطريقه عشوائيه في الجسم. بس برجع تاني واعيد انه مرض غير معدي، غير معدي، يعني ومش وراثي. مفيش اي خوف من استخدام ادوات المريض او معاشرته او الزواج من او منها، مفيش اي خوف خالص. يعني طبعا البهاء مشكلته يعني غير عضويه، يعني هو مرض مش خطير، يعني لا يؤدي الى مضاعفات، لا يصيب الكبد او كلى او دم، ما يعملش اي مشاكل خالص، ولا يؤدي الى الوفاه. يعني في امراض ساعات بتبقى ليها اثار على الاعضاء الداخليه، ده ما بيعملش حاجه خالص، ولا بيوقع شعر ولا اي مشكله. تمام. ولكن تاثيره نفسي. نفسي بالظبط. يعني الانسان طبعا بيبقى متضايق ان الشكل مش. المعلومه اللي انا عايز اقولها للناس، ودي جديده للبعض برضو، لانهم يمكن بيسمعوا كلام عكس اللي انا هقوله ده، ان الشمس كويسه لمريض البهاء وبتساعد على ان اللون الجلد يرجع تاني. الحقيقه مع الابحاث والتجارب لقينا ان الشمس مش مطلوبه لمريض البهاء. دول بيقولوا علشان توحيد اللون والكلام ده. انا فعلا سمعت الحكايه دي. يعني كان في ناس بتقول هل انا اتعرض للشمس او اروح اخد تان او حاجه زي كده علشان اللون كله يبقى واحد، فالبهاء شكله يعني يروح او اللون يغمق شويه. النهارده احنا بنصحح المعلومه دي ونقول المعلومه العلميه، لا بلاش تعرض للشمس لسببين. لما الواحد يتعرض للشمس الجلد العادي هيسمر اكتر، فالمريض يحس ان المرض بيزيد اكتر. طب والابيض ده فين؟ هيفضل زي ما هو، هيفضل ابيض مش هيغمق. هيفضل ابيض واللون الاسمر. يعني شوفي اي حد فينا كده، حضرتك في الصيف لما بيلبس نص كم تي شيرت هتلاقي الجزء المتغطي ابيض والشمس بتسمر اكتر، فتلاقي الجزء اللي جوه يبان ابيض اكتر من الشتاء. بالظبط. لانه الشمس بتسمر الجلد العادي. فهنا دي الناحيه الثانيه. الناحيه الثانيه بقى المشكله ان الجلد المفهوش سبعه مفهوش ميلانين. الميلانين ده شغلته يعني بيحمي جلدنا من التاثير الضار لاشعه الشمس فوق البنفسجيه على الانسجه. وبالتالي هذا الانسان اللي عنده البهاء لما هيتعرض للشمس في خطوره على الانسجه بتاعته من التعرض للشمس، لان ما فيش الطبقه اللي بتحميه. والخطوره دي قد تصل لحد فين يا دكتور؟ هتلاقي حروق في الجلد شديده تاثر على الانسجه التحتانيه، حرق شمس. بصي الاجانب لما بيجوا لنا من بره اللي بيبقوا بيض قوي دول، لو قعد في الشمس تلاقي وشه احمر واتحرق. زمان لما كنا صغيرين واطفال كنا نروح اسكندريه ونقعد على البحر الضهر في الشمس كنا بنرجع نصوصو،
جلدنا متسلخ متسلخ محروق، ما كانش فيه بقى كتير يعني لسه بقى ثقافه السن بلوك والحاجات دي دلوقتي اتعلمنا. فاذا الجزء الابيض بيبقى فيه خطوره، فعشان كده بنقول للناس بلاش موضوع التعرض الشمسي. تمام. طيب في بقى حاجه تانية يا فندم، زي ال بيبقى فيه كذا ام اشتكت ان الولاد بيبقى عندهم ما تعرفش ده بهاق ولا لا، بس بيبقى فيه بقع بيضه صغيره كده في ايديهم او بقعه واحده في وشه، وده برضو يعتبر بهاق؟ لا، هنا في كذا حاجه بقى من المشاكل الجلديه لازم الدكتور هنا بيكشف ويفحص عشان يتاكد اذا كان ده بهاق ولا غير بهاق. زي مثلا موضوع انه خلل بيضه، اللي حضرتك تفضلتي وذكرتيه دلوقتي، كتير قوي هتلاقي امهات بعد المصيف، بعد ما جه المصيف أيوة. وش ابني اللي عنده 12 13 سنه وشه كله بقع بيضه، ايوه مظبوط، وانا خايفه يكون ده بهاق ولا ايه. دي حاجه بنسميها انه خلل بيضه. ايه النخاله البيضه دي؟ النخاله البيضه دي كنا زمان نعتقد انها نقص فيتامين الف، وكان ساعات في بعض المراجع تقول ده نتيجه وجود طفيليات في الامعاء. تبين حديثا انها نوع من انواع الحساسيه. حساسيه من ايه فهم؟ من الشمس. من الشمس هي بتعمل كده؟ بتعمل كده. حتى اذا الولاد الام استخدمت لهم سان بلوك او كده؟ لا، لو استخدمنا سان بلوك وخدنا الاجراءات ونبعد عن الشمس مش هتحصل الظاهره دي. هتحصل فقط عند تعرض الشمس. عشان كده دايما تظهر في الصيف وتلاقيها مش موجوده في الشتاء. تمام. لان خلاص مفيش تعرض.